بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد أشرف الخلق أجمعين وعلى آله وصحبه وسلم. إخواني أهلا بيكم، النهاردة إن شاء الله معدنا مع المحاضرة رقم 26 وتاني محاضرة من الجزء الثالث الخاص ببرنامج أدوبي فوتوشوب الإصدار الأخير كريتيف سوت 6، الكورس تحت رعاية أكاديمية الدارين ومجموعة مصممين الناصية، وبيقدمه لكم محمد عمر. إن شاء الله موضوعنا النهاردة عن الأكشن، و فكرة الأكشن هو عبارة إن هو بيسجل لي كل الخطوات اللي أنا بعملها وبيحفظها في ملف خفيف جدا وأقدر أنفذها بعد كده زي ما أنا عايز، أو بيسجل لي خطوات أنا عايز أسجلها عشان هطبقها على كذا ملف، أو بقدر أجيب منها أكشنات جاهزة بتتباع أو بتبقى موجودة على الإنترنت أقدر أستفيد منها واشتغل بيها. بس هو فكرة الاكشن ان هو بيسجل لي مجموعة خطوات انا عاملها على البرنامج. يبقى ده معناه ايه؟ معناه ان الاكشن ما بياخدش اي حاجة انا يعني عملت لها بليس من بره. يعني انا مثلا عندي صورة على الديسكتوب عملت لها بليس وانا مشغل الاكشن، يبقى في الحالة دي مش هيفهم الصورة، عشان بس نكون ايه، نكون واضحين. بياخد اي حاجة متنفذة جوه الديفولت بتاع البرنامج. من هنا من ويندو في حاجة اسمها اكشن، اول ما بنضغط عليها بيفتح لي البانل بتاعت الاكشن. دي البانل بتاعت الاكشن، نعمل لها ريسيت كده عشان ايه تعرفوا شكلها بتبقى عامل ازاي. بتتفتح لنا بالمنظر ده بالايه، ديفولت اكشن. دي جواها شوية اكشنات ولا هنحتاج لها ولا هنتطرق فيها ولا هنبص لها. اللي احنا واما نيجي نفتح من هنا في برضو مجموعة اكشنات تحت هنتكلم فيها عن ايه، عن بعض الاكشنات او عن اكشن ممكن يريحنا في الشغل. بكل بساطة عندي البانل بتاعت الاكشنز، عندي تحت حاجة اسمها نيو اكشن وحاجة اسمها نيو سيت. اما اجي افتح الديفولت اكشن ده اسمه سيت او فولدر. الفولدر ده جواه مجموعة اكشنات. يبقى انا افهم من الكلام ده ان انا لما اجي اعمل اكشن وهيبقى اكشن جديد لازم افتح له سيت او فولدر خاص بيه، لان انا لو ضغطت من هنا نيو اكشن على طول هيدخله لي جوه السيت ده او الفولدر ده. يبقى عشان اعمل اكشن خاص بيا هسميه مثلا M3O واضغط اوكي. ده كده ايه، فتح لي فولدر او سيت. اهو عمل لي فولدر او سيت سميته M3O من هنا من نيو سيت. بعد كده بقى ببدا احط جواه اكشن 2 3 4 زي ما انا عايز، مفيش مشكله اقدر احط عدد من الاكشنات جوه الفولدر بتاعي. اما جيت فتحت نيو اكشن اداني الويندو اوبشن بتاعتها، بيقول لي ده نيو اكشن هتسميه ايه، هسميه مثلا كرييت ماشي. بيقول لي السيت اللي عايزه يتحط فين، في الديفولت ولا في الام 3 او، هقول له لا في الام 3 او. الاختصار الشورت كات بتاعه بدل ما اضغط بلاي من تحت ممكن اعمل له شورت كات، هقول له مثلا F2 شورت كات، وممكن معاه شيفت او كنترول. يعني لو عايزه شيفت F2 بعلم على الشيفت يبقى كده شيفت F2، ولو عايزه كنترول F2 بعلم على الكنترول كده كنترول F2، ولو عايز الاثنين مع بعض ممكن كنترول شيفت F2. بس هو مديني هنا المفاتيح دي ثابته، ما اقدرش ايه اختار مفاتيح تانية مختلفه عنها. هنا الليبل بكل بساطه بيقول لي الليبل عايز تحط له ليبل او كلر، بقول له ماشي. بيضغط ريكورد. لاحظوا حاجه ان انا اول ما هضغط ريكورد دلوقتي بعد الضغطه بتاعه الريكورد اي حاجه هعملها هتتسيف جوه الاكشن ده. اول ما بضغط ريكورد بيظهر لي هنا علامه حمراء. العلامة الحمراء دي ما كانتش حمراء، بصوا هي كانت كده. أول ما ضغطت هنا أوكي بدأ إيه، عمل لي علامة حمراء هنا. تمام، معنى كده إن بيقول لي إن أنت دلوقتي بتسجل. يبقى أي خطوة أنا هعملها دلوقتي هيبدأ يسجلها. يبقى لو أنا جيت من فايل عملت نيو، ومن نيو
حطيت مثلا قلت له اعمل لي 10 سنتي عرض في 10 سنتي طول في ريزوليوشن 72 على الار جي بي مفيش مشكلة، واضغط اوكي. بدأ حصل هنا ايه؟ عمل لي حاجة اسمها ميك، لو جيت فتحتها حط لي القيمة او الفاليو اللي انا ايه اللي انا حطيتها دلوقتي لايه للاوبشن ده او للديكومنت اللي انا فتحته دلوقتي. قال لك انت عملت حاجه اسمها نيو ديكومنت المود ار جي بي وكذا كذا كذا، تمام. هاجي اعمل اي خطوه، هفتح لير جديد، اوكي، بدا اسجل لي ميك لاير، هبدا اعمل سيلكت مثلا، كتب لي سيت سيلكشن، لو جيت فتحته حاطط لي الطول والعرض بتاع السيلكت اللي انا عملته والبوزيشن بتاعه مكانه فين بالظبط. انتوا واخدين بالكم؟ حامله لون الفل، واداني الفل ايه، قال لي انت مليته بالفور جراوند كلر، وهنا الاوبستي 100% والمود نورمال. انتوا واخدين بالكم؟ بيبدا يحلل لي كل حاجه انا بعملها ويسجلها، حتى اما عملت دي سيلكت سجل لي اهو سيت سيلكشن اللي هي تو نان، يعني عمل دي سيلكت. وعملت كنترول تي وبدأت أصغر هنا، وبدأت إن أنا أكرر تمام. مثلا عملت منظر زي ده تمام، وقمت مجمعه مثلا كده، وقمت مديله مثلا فلتر نفترض ان انا مثلا عملت الايه الخطوات دي تمام. دلوقتي انا عايز اكتفي من 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 هنا لحد هنا في ايه في موضوع الاكشن. بقوم جاي هنا في حاجة اسمها ستوب بلاينج او ستوب ريكوردينج، بضغط عليها خلاص هو كده ايه عمل لي ستوب للاكشن تمام. اول ما هاجي هنا على الاكشن قلنا احنا عملنا له شورت كات اف 2، او اضغط بلاي هنا او اضغط على اف 2، اول ما هضغط هيبدا يعمل لي نفس الخطوات اللي انا ايه طلبتها. دي مشكله حصلت، هقول لكم ايه سببها ايه دلوقتي. المشكلة اللي حصلت دي دلوقتي بيقول لي ايه؟ بيقول لي انا في حاجة انا مش عارف اقراها. طب ليه؟ عشان انا رجعت كنترول زد، ولغاية فيرجنات قريبة ما بيسجلش الكنترول زد، وعندي هنا في الاوبشن بتاع سي اس 6 حاجة اسمها allow to recording. اول ما بعلم على allow to recording بيبدأ المفروض ان هو دلوقتي يسجل لي اي كنترول زد انا هعمله. لو جيت عملت كده مثلا ورجع لي هنا سجل لي هنا ان انت انا رجعت كنترول زد، سجل لي هنا ان انت رجعت الهيستوري ستيت. راعوا نقطة كمان، ان انا في الاكشن ما برجعش كنترول زي او كنترول زد، ما ينفعش في الاكشن ارجع كنترول زد، ينفع ان انا اشده كده وارميه ديليت من هنا، انما ارجع كنترول زد ما ينفعش ارجع كنترول زد. الاكشن من العمليات الاكثر احترافيه، بل تكون الاكثر فعلا احترافيه جوه البرنامج، وان انت تستخدمه بمهاره يبقى انت كده وصلت لاعلى درجات الاحترافيه جوه البرنامج، لان هو حساس جدا ودقيق جدا، واي خطأ جواه ما تقدرش ان انت تتعامل معاه او تقدر ان انت تصلحه، هيبدا يعمل لك غلطات ضخمه جدا وجسيمه جدا جوه الملف، بالذات لو انت معتمد على الاكشن ده بنسبه كبيره لتنفيذ امر انت امرته بيه. زي مثلا هتعمل لي كتاب، انا عملت لك صفحه واحده وانت هتعمل لي 500 صفحه عن طريق الاكشن، عشان يعتبر توفير وانجاز للوقت وللمجهود. فتخيل لو انت عملت بند صغير غلط هتلاقي ال 500 صفحة عندك كلهم غلط. تخيل كمان ان انت ما خدتش بالك من الغلط ده والكتاب اتاخد وراح وانطبع وطلع بالسلامة، شربت الكتاب لان غلطة صغيرة انت ما خدتش بالك منها.
قد ايه الاكشن حساس، قد ايه الاكشن محتاج تركيز جدا، وانت بالذات بتبنيه تكون اكنك لسه بتتعلم البرنامج وبتتعامل مع البرنامج بالراحة خالص وبحذر جامد جدا وانت بتبني الاكشن. الدل على كده ان انا دلوقتي حصل لخبطة في الاكشن بتاعي، لو جيت نفذته هيبدأ يديني ايرور. كل ده ليه؟ عشان انا ما نشطتش حاجة اسمها allow tool recording. هضطر ارجع تاني اقوم شايل ده واقوم مدلته واقوم فاتح تاني اكشن واقوم اعمل له ريكورد وابدأ اسجل الخطوات اللي انا عملتها من فايل نيو. اوكي بدأ نزل لي القيم وهبدأ اعمل لير جديد وهحطه مربع واعمله كده وابدأ اعمله هنا كده واعمله هنا كده واخد دول وانزلهم هنا وانزلهم هنا وانزلهم هنا كده تمام. ولو انا عملت كده وعايز ارجع دلوقتي كنترول زي اقدر ارجع، لان هو هنا سجلها اهي في الهيستوري. خلاص اطمنت لان انا نشطت الالاو تول ريكوردنج، يعني بقول له سجل لي اي حاجة انا بعملها ما فيش مشكلة ما قلقتش. واقوم عامل كده واقوم عامل كده واقوم جاي عند الفلتر ومطبق اهو موجود عندي حتى هو سجل راديال بلور اهو تمام. واقفل اعمل ستوب ريكوردنج. خلاص كده جاهز عندي. عايز اعمل له ما عملتلوش مفتاح ساخن او شورت كات، اقدر اجي عند اكشن واعمل دبل كليك وابدا اسميه، مثلا هنسميه كرييت زي ما اتفقنا، وممكن من نون دي احط له مفتاح F2 واوكي. اول ما بضغط تحت هنا بلاي او بضغط F2 بيبدا يطبق لي فعلا الحاجة اللي انا طلبتها بمنتهى الايه منتهى التركيز، لان انا مشيت معاه بخطوات بالراحة جدا اكني لسه مبتدئ، فهو سجلها بطريقة منظمة. عندي الحاجات دي كلها حرة معايا، ده معناه ايه؟ ان انا اقدر اشد حاجة مكان حاجة عادي جدا، واخدين بالكم؟ وفي الحالة دي ده وقت ايه؟ وقت ان انا بعدل على الاكشن بتاعي. بيتعامل معاملة الليارات اهو، بتشد دي تحطها فوق او تنزلها تحت، تعمل كل اللي انت عايزه مفيش مشكلة، واخد بالك؟ بس لازم تكون فاهم انت بتعمل ايه زي ما احنا شايفين. يعني انا جيت لخبطت الدنيا دلوقتي، تعالوا نجرب ونعمل بلاي نشوف اللي هيحصل. اداني خطأ، قال لي ايه؟ قال لي ان انا عملت خطوة تحت حطيتها فوق. قال لي الليارات دي كلها اصلا انا مش شايفها، لير واحد ولير مش عارف واحد كوبي مش عارف ايه، انا مش شايفهم، فانت ازاي بتأمرني بيهم؟ كل ده ليه؟ عشان انا عملت خطأ جوه الاكشن. حتى لو قلت له كونتينيو هيديني في الاخر نتيجة مختلفة عن النتيجة اللي انا منتظرها منه. كل ده ليه؟ عشان عندي خطأ جوه الاكشن. اقدر كمان اسيف الست وما اقدرش اسيف الاكشن، لازم اقف على الفولدر او ست وابدأ اعمل سيف لي. سيف اكشن اهو M3O اللي امتداده الاكستنشن بتاعه ATN، ببدأ اسيفه. لو عملت له سيف خلاص هيسيف معايا، انا سيفه برضو عشان تشوفوه اهو سيف. لو جينا مسحناه خالص وجينا عملنا لود هنلاقيه قدامنا اهو اهو، دي منظر الايكون بتاعته قدامنا بالمنظر ده، نضغط عليه هيقوم نازل معانا ونقدر نشتغل تمام. وبكل بساطة دي الاكشن. في كمان اكشنات جاهزة، ازاي بنزل الاكشنات الجاهزة؟ لو انا جيت الاول في اكشنات جاهزة ديفولت مع البرنامج، وفي اكشنات جاهزة من بره اقدر ايه اشتريها او اجيبها من الانترنت واخدها واشتغل بيها. الاول هنبتدي بالاكشنات اللي هنا. في اكشن اسمه الكوماندز
وده انا بشتغل بيه باستمرار لانه اكشن متميز فعلا. غالبا اللي انا بعمله بقوم جايب الديفولت ده المحترم ده وبقوم سحبه واعمله دلي. انت عايز تجربه مثلا ممكن تقف، ده بيعمل لك فريم شانل، تقف وتجرب وتعمل بلاي وتتفرج ايه اللي ممكن يحصل. ده مثلا عمل لك فريم، ده بيقول لك وود فريم، فريم على شكل خشبي، ده عمل لك فريم خشب، يعني بيطبق لك، بيبدأ يطبق لك ايه زي ما انت شايف. سيف في دي اف، ده بيسيف لك بي دي اف. دي شوية اوبشنات عندك، ممكن ده جريديان بيعمل لك جريديان ماب اهو، شوية اوبشنات عندك تقدر ايه تلعب وتستخدمها لو هي هتنفعك. بس انا هقول لك حاجة نادرة زي الكومنتس دي، انت ممكن تستفيد منها جدا في شغلك. وخلينا نفتح مثلا اللوجو بتاع الشركة بتاعتي، ودي ما نعتبرهاش دعاية عشان بس نبقى متفقين، دي مش دعاية، هي اللي جت قدامي اهي. وهنكبس ده كالعادة زي ما انا بعمل، بقوم مدلته وهنزل حاجة اسمها كومنتس. الكومنتس ده بصراحة بيديني اوبشن الترانسفورم بس بطريقة الشورت كات. عندك الحاجات مكتوبة ومكتوب جنبها الشورت كات بتاعها، الكات والكوبي والبيست والحاجات دي كلها، الوش ده كله. هنبتدي من اول فلاتن ايمج، وفلاتن ايمج كنترول شيفت اف 2 بيفلتن لي الايه الدوكمنت اللي انا شغال عليه. لو انا جيت عملت اهو وجبت الليارات وبصيت عليها هلاقيها كذا ليارات، لو عملت شيفت اف 2 عمل لي فلاتن للملف. بس لازم افعل الكوماندز بان انا افتحها من هنا، اقول له هات لي الكوماندز، بيبدا يجيبها لي. هو كده نزلها لي مرتين لان انا استدعيتها مره تانية دلوقتي قدامكم. تمام. عندي كمان عندي مثلا شيفت اف 6 بيعمله لي هوريزونتال، لو ضغطنا شيفت اف 6 قلبه لي هوريزونتال زي ما احنا شايفين، وشيفت اف 7 قلبه لي فيرتيكال زي ما احنا شايفين ومكتوب اهو. شيفت اف 8 90 درجه مع عقارب الساعه، شيفت اف 9 90 عكس عقارب الساعه. ولو ضغطت شيفت اف 9 تاني هيكمل لك اهو، طول ما انا بضغط شيفت اف 9 اهو شغال. وعندي شيفت اف 10 بيقلبه لي 180 درجه، وعندي حاجات كتير. شيفت اف 5 بيعمل لي جرو، انتوا عارفين الجرو طبعا، يعني انا لو جيت الجرو، لو جيت بالعصايه السحريه وقمت معلم على دي، او بلاش كده انت، وعمل كده وعايز اعمل لها جرو، بضغط شيفت اف 5 بيبدا عمل لي جرو زي ما احنا شايفين اهو. رجعت اهي، انا عامل مربع عند الجزئيه الزرقاء. طبعا الجرو بيجيب لي كل مساحه، كل المساحه اللي ايه اللي بنفس اللون اللي قريبه منها. فشيفت اف 5 جاب لي ايه، جاب لي فعلا كل المساحه الزرقاء اللي قريبه من السلكت، من السلكت اللي انا عملته. وشيفت اف 4 بيديني السيميلر اللي هي هيعمل لي على ايه، على كل الازرق اللي موجود في اللاير اللي انا واقف عليه. بشيفت اف 6 اسف شيفت اف 4 اهو عمل لي سيلكت فعلا على كل حاجه زرقاء موجوده في اللاير اللي انا واقف عليه. تمام. طيب ده بالنسبة للي جوه، ممكن تجربوا انتوا بقى الحاجات الباقية دي. يعني ده تكست افكت، ممكن ده بيدينا افكت للتكست. والله يا ولاد يعني انا قلت لكم اللي انا بستخدمه، ممكن انتوا تجربوا الاكشنات دي بقى، هتفتحوها وتضغطوا عليها وتجربوها وتفرجوا عليها، واللي ينفعكم منكم منه ممكن تشتغلوا بيه. عندنا كمان لو انا فكرت بقى ان انا اجيب اكشن من بره، طبعا انا كنت شاري مجموعه ونزلتها للناس كلها ان هي تحملها وتشتغل بيها، مجموعه لذيذه ممكن ان احنا نشتغل بيها اكشنز 2012 اللي هي الكوفر اكشن برو 1 و2. ده بيعمل ايه؟ لو جينا فتحنا جي بي جي هات واتفرجنا عليه، ده بيعمل لي المناظر دي.
عملت بيزنس كارد وعايز اقفله بطريقه لذيذه، بيبدا الاكشن يعمله لي. عملت علبه، عملت كتاب، عملت صندوق، عملت اي حاجه، سي دي وكفر سي دي، وكل ده هنشوفه مع بعض دلوقتي حالا. طب ازاي يا محمد تجيب الكلام ده؟ هقول لك ببساطه جدا. نفتح الاول ده بره، والمفروض ان انا اكون عارف الاسماء دي بتعمل ايه. طبعا انا حددلكوا الملف ده وهو موجود، حددلكوا اللينك بتاعه. وعندك الاسم اهو، يعني بي سي اهو، بي كارد 002، مالكش دعوه بداش 3 دي. هتلاقي هنا برضو بي كارد 002، يعني لو عملت سيرش عليه، يعني هقول لكم انا بعمل ايه. بصوا انا باخد كده، باخد ده وبقوم واخد الكوبي وبقوم حاطه في السيرش هنا بيست، وبقوم شايل داش 3 دي اهو، بقوم شايل لحد ما يظهر لي الايه، لحد ما يظهر لي الاكشن بتاعه. جوه جيب جهات، عشان كده ده السبب، المفروض من بره من هنا. فعلا ظهر لي ليه، ظهر لي الاكشن اهو. باخد الاكشن وببدا اسحبه وارميه هنا في المنطقه الايه، في المنطقه دي. اول ما ارميه هنا، اقفل ده كده، بيبدا ينزل لي اهو بي كارد 002. خلوا بالكم من حاجه، لو انا فتحت ديكومنت اهو، تمام، انا فاتح دلوقتي ديكومنت اهو، وخدت اللي هي الاكشن وقمت راميه هنا، هيقول لي هديني رساله. يبقى لازم ترميه فين؟ ما ترميهوش على الديكومنت، ترميه جنب الديكومنت بره، تمام. انا ضغطت اف عشان احوله المنظر ده، ترميه بره هنا. يبقى انا لما اجي اهو اشد وارميه بره هنا، هينزل لي فعلا، او ارميه عند الايه، عند البانل بتاعه الاكشن برضو، هينزل لي هنا، تمام. طب ده بيعمل ايه؟ اكشن برو مثلا جواه ستيب 1 وستيب 2. بقف على ستيب 1 اللي هي كرييت، وبضغط بلاي، بيبدا عمل لي مساحه اهو، واداني كمان داتا فيها، قال لي دي المساحه، ابدا نزل عليها تصميم البيزنس كارد بتاعك. لو انا جبت مثلا البيزنس كارد، هنشوفه اي بيزنس كارد، نعمل بيزنس كارد مش مشكله، يعني نعتبر ايه. طب انجازا للوقت، انجازا للوقت، مش عارف ده كان مثلا، ده شخص بس المشكلة الأرضية بيضاء، يعني أتمنى تكون واضحة للناس. ناخد مثلا الكارت ده، هنبدأ اللون الأبيض ده، يعني هنحاول نلعب فيه شوية بس عشان خاطر يبقى واضح معانا الفكرة. بس نفترض مثلا ان هو ده الايه، ده الكارت. خلاص انا ايه، انا عملت ستيب 1، عمل لي ملف، قال لي حط جواه التصميم بتاع الكارت، فلتنت الكارت وحطيت جواه التصميم بتاع الكارت. هتنقل ستيب 2 اللي هي الريندر، وهبدا اضغط بلاي، هيبدا يشتغل لوحده خالص. لو انا ضغطت على اي زرار دلوقتي، او ضغطت اسكيب، او ضغطت على الماوس، هيوقف الحركه بتاعه الاكشن. خلوا بالكم، هو قدامي اهو شغال هنا اهو، هو كده خلص اهو، وهوريكم تاني هو شغال ازاي. يعني هو كده مثلا خلص اهو، عمل لي في الاخر الاكشن الظريف ده، وخلالي الكارت بالمنظر ده. طيب اقفله واوريكوا هو شغال ازاي. هاجي هنا الكارت اهو اللي انا هنفذ عليه، هقوم فاتحه. اول ما افتحه وضغطت بلاي، هيبدا يتحرك قدامي زي ما احنا شايفين اهو، لغايه ما يخلص مراحل التنفيذ كلها. والاكشن برو ده من ضمن الاكشنات التقيله اللي الناس فعلا بتشتغل بيها، وبيديني كواليتي عاليه طبعا للفينيشنج بتاع الريندر اللي انا بعمله دلوقتي زي ما احنا شايفين اهو.
ولو جينا فتحنا الايمج سايز بتاعها الت كنترول اي هلاقيه عامله لي على ريزوليوشن 300، والمقاس بالسنتي هتلاقيه كبير كمان 13 في 10، يعني معنى كده ان هو الريزلت بتاعه او الريندر بتاعه هاي كواليتي. تمام، نقفل بقى كل الكلام ده وندلت البيزنس كارد ده او الاكشن ده ونشوف اكشن تاني. المرة دي نجيبه بصورة مختلفة، نجيب اكشن مثلا كتاب، نجيب اكشن كتاب، هنرجع ورا ونعمل سيرش زي ما احنا اتعلمنا دلوقتي، جاب لي الاكشن اهو، هبدا ارميه هنا على البانل دي، نزل لي فعلا، هبدا اخد ستيب 1 واضغط اوكي، هيبدا يحط لي جايدات على الاماكن اللي انا هسقط عليها تصميم الكتاب بتاعي اهو. اداني الفولد، اداني الفولدر اهو، واداني الفرونت، واداني الايه السبيد. بكل بساطه لو انا قلت له مثلا، لا انا المفروض عندي تصميم الكتاب جاهز، بس نفترض يعني ان انا ايه اهو، قمت عامل كده، تجيب جريديان فاتح لير جديد مثلا، وقمت ايه شادد كده، وجيت هنا وقمت واخده كده فور اكزامبل يعني، ماشي، قمت جاي هنا قمت واخده كده قمت مغير في لونه، يعني نفترض ان هو ده الغلاف، هبدأ اجي على ستيب 2 وابدأ اعمل ريندر للمشهد عشان يبدأ يقفل لي الكتاب. طبعا بصوا هضغط على اي حاجة دلوقتي وقف لي الايه، وقف لي الرندر، انتوا واخدين بالكو؟ عشان بس انا قلت اوريكم بعناية دلوقتي وانبهكم. هنقفل تاني اهو ونرجع نعيده تاني عشان نشوف ايه اللي بيحصل. طبعا انا اقدر اعمل اكشن باحترافية واقدر اعرضه للبيع وابيعه، اقدر اعمل ملف لو انا عملت تصميم كله انكلودنج جوه البرنامج، اقدر احفظ الاكشن بتاع التصميم ده عشان لو التصميم ضاع مني ولا حاجة ممكن يكون الاكشن عندي، بس في الحالة دي ما كنتش استخدمت حاجة من بره خالص. هو فعلا دلوقتي خلص وزي ما احنا شايفين قفل لي المشهد اللي انا عملته على شكل كتاب. وهكذا بقى في بقية الاكشنات. لو جينا نجرب اخر اكشن دلوقتي وبعد كده ابقوا جربوا انتوا كل الاكشنات، يعني مثلا نجرب حاجة زي الديفيديهات دي، نعمل سيرش على دي في دي، تمام، نجيب اي دي في دي من دول مثلا، تمام، نفتحه، نعمل ستيب 1، نعمل بلاي، هو في الاخر الستوب دي يعني بصوا بيقول لي رسالة، اداني رسالة بيقول لي ان انت ايه، ان انت الحاجات اللي انت هتعملها هتطلع على ايه، تحط حاجتك وترجع على ستيب 2 وتبدا تنفذه، يعني نوع من انواع الارشادات، وممكن انت اخر الاكشن بتاعك برضو تفتح نوت وتعمل اللي هو بيعمله ده. طيب
نعتبر ان هو ده خلاص اوريدي الديزاين بتاعنا، اكننا حطيته، هو ده هو عمله كده، بس اكننا حطيته. هتنقل دلوقتي على المرحلة التانية اللي هي ستيب 2، وابدأ اعمل بلاي. هيبدأ ينفذ لي فعلا الشكل اللي انا عايزه. فعلا عمل لي دلوقتي اهو كفر كومبليت، هو عمل لي دلوقتي شكل الكفر من غير الدي في دي. لو جبنا نقفل ده ونقفل ده، ولو جبنا اكشن تاني زي ده مثلا، هنلاقيه بالسي دي واحد ونجربه. اعتقد ان ده ممكن هنلاقي معاه الاسطوانة. لا ده كفر بس، برضه ده كفر بس. طيب نرجع ونجيب الجي بي جي ونشوف اسمه ايه، ناخد كنترول سي ونبدأ نعمله سيرش. فعلا مجاش. طيب نمسح داش ديف دي 3 مثلا، نشد ونحطه ونجربه. انا عايز اوريكم حاجه باسطوانه. اه ده فعلا كده باسطوانه، حاجه باسطوانه. وببدا ايه احط الديزاين وكل اللي انا عايزه. هنعمل في ده ديزاين، نيجي مثلا هنا ناخد مثلا الثلاث صور بتوعنا ونبدأ نحطهم. ناخد مثلا نحطه كده يعني كروكي، معلش هو هشده اي حاجة كده كروكي. وابدأ اخد ده مثلا احطه على الاسطوانة. وابدا اقول له ستيب 2، نقفل ده خالص عشان ما نلخبطناش. نقفل ده وعلى الملف ده اقول له ستيب 2 واقول له بلاي. هيبدا يعمل لي بلاي دلوقتي وهنشوفه سوا مع بعض. فعلا هو خلص وطلع لي النتيجة اهي زي ما احنا شايفينها. عرض لي الاسطوانة والكفر بتاعها بطريقة ظريفة نقدر نستخدمها ونشتغل بيها. ومعايا بنهي محاضرة النهاردة الخاصة بالأكشن في كورس أدوبي فوتوشوب. إذا كان في توفيق من عند ربنا، وإذا كان في سهو أو خطأ أو نسيان، فإنه مني ومن الشيطان. أسألكم الدعاء من دار الغيب. شكرا ليكم، كان معكم محمد عمر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.